وبعدين هننتقل لجزئية ثانية اللي هي الجزئية اللي هنستمتع فيهم بقراءات قصصية مع مجموعة من كتاب نيرة أصحاب عقول نيرة. فنتمنى أنه نستجم اللحظة دي بكلمات جميلة مع الشاعر ديلي صاحب ديوان الحديث الحب والوطن. فمشكور للفضل. مساء الخير لكل منكم. أنا سعيد أن أكون هنا اليوم وأشارككم ببعض النصوص الشعرية. سأقدم بعض الأعمال. القصيدة الأولى بعنوان مهنة الوطن. أيها الوطن الجميل فينا، كم كنت جميلا فينا، لكنك الآن أصبحت شريدا فينا، نازحا فينا ومقتولا فينا. نحن اليوم هنا، إننا اليوم ها هنا، جينا كي نندم على ما فعلوه ضدك، جينا كي نكفر في محرابك عن ذنوب اخترفوها ضدك. نحن جينا كي نلملم شملك المبعثر، نحن هنا لندفن طاعون قبليتهم كي تغور وتبقى أنت القبيلة فينا. وطني صلبوك مثل المسيح، ولكن ليس للفداء، ذبحوك قربانا لإله القبلية، وحين بكيت أداروا لك ظهورهم، ولم تبلغ سرقاتك الأليمة آذانهم الصماء. نهروك بخنجر مسموم، فكان موتك في التاريخ يوم مشؤوم، وحين رقدت على الأرض مقتولا أصبحنا بلا وطن وبلا ذل يأوينا، ولم نجد من نلقي عليه اللوم رغم وجوده معنا ملء أبصارنا واستحقاقه اللوم. آه يا وطني العزيز، حين تأصبوا وقتلوك وصرت مفلسا وثقيرا ومتعبا وحذيلا وشقيا ومنهارا، وذال عنك مجدك، أصبحنا بلا كرامة في عين العالمين. أشفق البعض علينا وضحك البعض علينا وسخر آخرون بنا، لما الاقتتال؟ لما العراق في غير معترك؟ إني هنا أسمع شيئا يقال، إني ها هنا أنصت إلى أقوال تقال. قال قوم انظروا إلى هؤلاء الثوار، لقد أشعلوا النار في منزلهم الجميل، بعد قصة كفاح مريرة وطويلة سمع عنها البشر في كل أقاصي الأرض. وأضاف القوم أنفسهم، تركوا بيتهم خلفهم مشتعل، ولاذوا بالفرار إلى دول الجوار، وحين توسطت دول الجوار لنزع فتيل الفتنة، تعنتوا في المواقف وامتنعوا عن الحوار. يا لهم من قوم أغبياء، يا لهم من رجال بلهاء. عرضوا منزلهم للبيع في سوق الإمبرياليين، فتهمست الأمم وازدادت أطماع الرأسماليين. يا لهم من قوم أغبياء، يا لهم رجال بلهاء. أيها الوطن الجميل فينا، كم كنت جميلا فينا، لكنك الآن أصبحت شريدا فينا، نازحا فينا ومقتولا فينا. آه يا أخي، يا أختي، أمي وأبي، يا سامعي، يا وطني، سنودع هذا الظلام، ستنهض مجددا يا وطني المعطاء، ستشرق الشمس يوما ويمشي رجلا يحمل معاول البناء، ستتطهر
أوراق أشجارك من لثة الدماء، وسيفارق أطفالك الدموع الحزن والبكاء. ستهطل الأمطار وستتحول أراضيك الجدباء بفعل لعنة الحرب إلى أراض خضراء عذراء. آه يا أخي، أختي، أمي وأبي، يا سامع، يا وطني العزيز، سنودع هذا الظلام، ستنهض مجددا يا وطني المعطاء، ستشرق الشمس يوما ويمشي رجلا يحمل معاول البناء. ستتطهر أوراق أشجارك من لثقة الدماء، وسيفارق أطفالك الدموع الحزن والبكاء. ستهطل الأمطار وتتحول أراضيك الجدباء بفعل لعنة الحرب إلى أراض خضراء عذراء. القصيدة التالية رومانسية بعنوان بلسم القلوب الدامية. الحب بلسم القلوب الدامية وترياق يشفي القلوب الجريحة. كانت حياتي بائسة لم تعرف الحب، عشت مشلولا في العالم الفيروزي، مترفعا في انتظار الحب الحقيقي من محبوبة في غاية اللطف كأنها ملاك. وما إن بحثت عن الحب في مغاني، وجدت الحبيبة غمرتني بحبها وأدخلتني دنيا الحب، علمتني كل ما ابتغيه من الطبيعة، علمتني دروسا حية عن كيف يكون الحب العميق الصادق. في البدء لم أقع في مصيدتها، لكنها بفرح مثير ترافعت عن قضية الحب وأخبرتني أنني شيطانها الجديد، وكان ردي أنها جنة الجديدة، وأنني سأمتثل لكل ما ترى أنه الطريق إلى المبتغى. تحدثت بلطف لكنني لا أتذكر ما قالت الحبيبة، لأن عقلي كان غائبا. رجوتها كي تمنحني وقتا كي أدرك أن الحب هو بلسم القلوب الدامية. هي ابنة والدي، إذ كنا يوما في المزرعة نفسها، هي بعض من أمي، جذورها جذوري، إنها تمتد من جذع ذات الشجرة. هي ابنة السماء وهي عطية الله لي، بدلت حياتي البائسة، علمتني الحكمة، ولم تطنع بشيء أرسلتها قوة خارقة من العالم الفيروزي. هي ثمرة الوديان الخضراء في بلادي، هي جنين الأفارقة فارعي الطول ووارثي الحكمة. هي ابنة قوم رائعين في أمبيلي، طعامهم العسل واللبن. وهل هبها في بغتة في يوم زيجة، وتوجدني بشوق الحب لا شبيه لها في الطبيعة، إنها سر سعدي وسر حياتي. حبيبتي إني أحبك، وإذا ما سمحت لي الدنيا باختيار ملاك فيها، فأنت ملاكي ودرة أملاكي. أحبك 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 وأجل عطاياك، أتوق لعينيك الواجعتين فامنحيني راحة البال والحب السرمدي. أتوق لعينيك الواجعتين فامنحيني راحة البال والحب السرمدي. The last poem is in English, and I would like to share it with you. It is under the title, A Set Hen-Sparrow, A Bright Tomorrow. In a calm, dark night, sadly sank a hen-sparrow on a branch of a tree. Her vibrant voice penetrated the quietness of the night, attracted by her gentle but miserable melodies.
I opened my windows to behold the litting passerine. I noticed it was unusual for the tiny bird to sing at midnight. Unpredictably, the moon shone and its brightness reflected the thin fall in a dark shape on the branch. As she faded the sight of the blooming moon, her voice went louder and louder, and it was heard beyond and around. I thought, why did she seem desperate for unknown reason? What could be her plight at what seemed to be a peaceful night time? Lo and behold, I heard a voice in the vacuum beyond the mountains saying, this little passerine is nothing but a symbol of groaning humans in the darkness of misfortunes. The little bird was soothing her own misfortune when the forces of nature responded by moonlight, after which a brighter tomorrow was born. There was a set Hen-Sparrow and a bright daylight. Shall we now cry and pray to break this flight? Shall we now cry and pray to drive away this distress? Shall we now yell and wail to break down the chains of hopelessness? Shall we rise up to see the beams of lights that are beyond the horizons as symbol of a brighter change and a better tomorrow? Shall we now yell and wail to break down the chains of hopelessness? Shall we now rise up to see the beams of light that are beyond the horizon as symbols of a brighter change and a better tomorrow? Thank you very much. شكرا للاستاذ الكافي والشاعر نيجي دايوك على المشاركه بشكل جميل. في هذه الثانيه دعوني ارافق بالشاعره اللبنانيه تغريد طيار رئيس رئيس التغريد. مرحبا بك في وسط شباب وشعب الجمهوريه الاسلام. كما لا يهمني ايضا ان ارحب بالمفتاح الثقافيه للتغريد هن-سبارو، وايضا ارحب بالكاتب والشاعر محمد عبيد الفاضلاتي، كاتب درامي وسيناريست، عضو مجموعه التوربادور شعراء مغنيين جوانا في دولة السودان الشقيقة. مرحبا بكم جوانا. ونحن متواصلين في حوار برامجنا. الآن قد توصلنا للجزئية الثانية وهي الجزئية الأخيرة. الجزئية هنستهلككم مع أدبية اللي كنت في مجموعة قصصية. فدعونا نرحب بالكاتب الخاصي ستيفن ويليام بوشار في مجموعة قصصية، ولك المنصة يشارك.